الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلق لنا طبعا بالتعليق على فكرة أو رأي. طبعا المرجع هو المرشدي في اللغة العربية القسم الخامس ابتدائي. طبعا المكون هو التعبير الكتابي. نعم، هنا فكرة الانطلاق. الحاسوب يعودني عن أي شيء آخر. أعلق طبعا على هذا من 4 أو إلى 5 أسطر. نعم، أعلق على الفكرة من 4 إلى 5 أسطر. نعم، أخطط وأستعد للتعليق على فكرة أو رأي. أخطط طبعا لموضوع نعم لموضوعي مستعينا طبعا بالخطوة الآتية. أولا أشرح الفكرة، إذا خصني أشرح الفكرة، ثم أعبر عن رأيي وأسجل خلاصة ما توصلت إليه. سنرى الآن، أراجع المحاولة. نعم، أشرح طبعا الفكرة، أعرف بالحاسوب طبعا وأذكر أهميته. إذا بالحلول، أولا تعريف بالحاسوب وذكر أهميته. إن كنت طبعا متفقا أو متفقة مع الفكرة، طب أكتب جملا تشرح كيف يعودني الحاسوب طبعا عن كل شيء. الحاسوب يعلمني، الحاسوب يسليني، الحاسوب طبعا يسمي به الأصدقاء. وإن كنت غير متفق طبعا، سنرى المحاولة ديالنا، أو غير متفق مع الفكرة، فأكتب جملا أشرح فيها كيف أن الحاسوب لا يعوضني عن كل شيء. طبعا عدنا طبعا الكتاب، اللعب في الهواء الطاق، زيارة الأصدقاء والصديقات. سنرى. إذا الأولانية عدنا هنا، أتحدث عن الحاسوب. الحاسوب جهاز عجيب يتكون من طبعا شاشة، فأرى وحدة مركزية، لوحة مفاتيح وغيره. نعم، يستعمل الناس لأجل مثلا التواصل، لأجل الاستزادة، كما أن كل الأطفال يحبون أن يكون عندهم حاسوب. سنرى إجاباتنا. نعم، ما هي؟ سنرى عفوا إجاباتنا. هي بالنسبة للأولانية، الحاسوب جهاز عجيب يتكون من شاشة وفأرة ووحدة مركزية ولوحة مفاتيح وغيرها. طبعا كنا ذاكرة. يستعمله الناس لأجل التواصل طبعا وتسديد الفواتير عبر موقع الإنترنت ومجالات أخرى. احنا ذكرنا غير التواصل وتسديد الفواتير. كما أن كل الأطفال يحبون أن يكون عندهم حاسوب للتسلية واللعب وإنجاز البحوث. وطبعا بصفة عامة، مواكبة الثورة الرقمية. نعم، بالنسبة قالوا لنا واش أنت عفوا، هنا قال لك اكتب جملا تشرح كيف يعودني الحاسوب. الحاسوب طبعا يعلمني، يسليني. اذا كنت متفق مع الفكرة ام لا، سنرى. هنا عندنا الحالة دابا ديال انا متفق مع الفكرة. نعم، ان الحاسوب يعوضني عن اي شيء اخر، لانه يساعدني في التعلم على مجموعه من التطبيقات والمواقع التعليميه والتربويه. يسليني حين احتاج الى التسليه واللعب، لاني استطيع بفضله ان العب العابا مسليه او ذهنيه تنمي قدراتي العقليه. يمكنني من الاتصال باحبابي واصدقائي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. دابا نمر الى الجزء الثاني. هنا الحاله ديال عدم اتفاق. انا لا اتفق مع الفكره، لان الحاسوب لا يمكن ان يعوضني عن اشياء اخرى. الحاسوب يساعدني في التعلم على مجموعه من التطبيقات والمواقع التعليميه. نعم، لكن الكتاب يعلمني كذلك وينمي قدراتي، يجعلني اعمل عقلي من اجل التحصيل الدراسي، يعني اعمال العقل من اجل التحصيل الدراسي. الحاسوب يسليني حين ألعب، لكن أهوى اللعب مع الأصدقاء في الهواء الطلق. نعم، الحاسوب يمكنني من الاتصال بأحبابي وأصدقائي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لا يعوضني عن زيارة الأهل والالتقاء طبعا بالأصدقاء. نعم، إذن هنا أنا لا أتفق مع الفكرة.
وهنايا عندنا، اعتذر، هنا عندنا ديال انا متفق. ها هي مهم، ها بعض المعلومات حول هذا الرأي المتفق مع الفكرة. ثم عندنا هنا الرأي اللي غير متفق مع الفكرة، أن الحاسوب يعودني عن كل الأشياء. أتمنى أن تكون قد استفدتم.